المحطات اللي حضرتك طبعا كتير كتير هنيجي ان شاء الله على معظمها، ولكن محطه جورج وسوف ودول طبعا من زمان يعني، وهو ليه موجود ومساحته في العالم العربي كله، ولكن كلام الناس كانت فارقه. توأم روحي بالنسبه لراغب علامه كانت فارقه، باب دخول مغرم يليل مثلا في مصر برضو كانت فارقه. والله عايز اقول حاجه هنا يا عمور، كهيستوري يعني المساله بدات بالعظيمه ست ورده، انا قصدي بدايه ان طاقه القدر تتفتح لي بامر الله طبعا بفضل ربنا، ان انا اعرف الست ورده واعمل قالب جديد في الغناء كما يقول النقاد، انا لا ادعي هذا يعني، وبعدين ابتدي ااكد على ده بفضل اللي حواليا. كان محمود موسى طبعا شركه اسمها ريلاكس ان، وانا ذاك محمود موسى ربنا يديله الصحه وراجل جميل. رحنا في مغرم الليل لسه طالعين من بتونس بيك، الفول اوركستريشن بقى والكمانجات والوتريات اللي كانت الفتره دي كانت تقريبا مش موجوده يعني، بفضل حاجه كان اسمها الموسيقى الاغنيه البديله فيها مختزله من حاجات كتيره، منهم ان تبقى دوب كيبورد اللي هي الموسيقى كانت عصريه الوقت ده، ومقام واحد مفيش تعدد مقامات يعني، سموها الاغنيه البديله والاغنيه المختزله انا ذاك، وكانت ناجحه جدا وجايه من منهج معين كان بدا في منتصف الثمانينات، مش عايزين نتكلم في ده كتير، لكن انا دخلت في هذا الموضوع اغنيه بتونس بيكو. اللي شجعني على ده كان اغنيه من غير ليه مثلا، مظبوط، بتاعت محمد عبد الوهاب الراحل الراحل يعني، واغنيه وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك. في الفتره دي اخر الثمانينات كانت الاغاني دي فتحت السوق المصري والعربي كما يقولون يعني. شجعني ان انا لما قابلت الست ورده وربنا اكرمني بهذا الـ يعني السبق في جيلي، ففكرت بقى انا وعمر بطيشه حبيبي الشاعر والاعلامي الكبير طبعا، انا عملت اغنيه اسمها بتونس بيك. معلش انا نقلت مجرب نار الغيره، نقلت لك لا 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 بالعكس مستمتع، وده انا عندي كم اسئله في يعني في الجزئيه دي كمان يعني. فلقيت نفسي عايز اعمل الاغنيه بجد، ما عنديش حد خالص يغني الاغنيه دي، والكلام كنت اروح لعمور حبيبي عمر بطيشه واطلع الاجندات، وعنده اجندات جميله كده ايام فايزه احمد وصبوحه والحاجات دي، الحاجات العظيمه اللي عملها دي، والاقي اغنيه بجد الكبيره عامله مذهب قد كده وكوبليهات قد كده، وانا حبيت ده. انا اساسا عملت ده من السبعينات، عملت اغنيه اسمها مش هسامحك تاني ابدا، مش هسيب الحب يلعب بيا تاني، وانا عمري انا ذاك ما اعرفش كام عشان ما حدش يحسبها يعني. كنت صغير يعني، وانا بحب الاغاني اللي بجد دي، فقلت اعمل اغاني بجد، فعملت بتونس بيك واغنيه تانية اسمها حبك صالحني على الدنيا. طبعا اغنيتين دول يعني المفروض يتعملوا في وقتهم اللي هو زمان اللي انا ما كنتش فيه، اللي انا كنت فيه لسه في ثانوي واعدادي والحاجات دي. المهم عملت بتونس بيك وانا مش عارف مين هيغنيها، زائد اغاني تانية لمحمد الحلو ومش عارف وهاني شاكر، هي كانت جاهزه ولكن جه القدر عملتها. وبعدين الست ورده اللي تغني، وبعدين الموضوع اللي يعرف معظم الناس دلوقتي ان عمر بطيشه نفسه بيتكلم مع الست ورده، فقال لها في اغنيه بتونس بيك، قالت له سمعها لي، فسمعها له بصوته، هو صوته طبعا الشعراء بيبقى عندهم قدر من التوصيل معقول، فوصل لها الاغنيه، قالت له لا خليه يكلمني ضروري. فلقيت عمر بطيشه بيقول لي كلم الست ورده، انا طبعا اتلوحت انا مين انا الجو ده، وبعدين كلمتها فعلا وحصل دعابه بيني وبينها، والى ان وصلنا ان احنا نشتغل في اغنيه اللي انا ما كنتش اعرف ممكن مين يغنيها غير الست ورده
او ما شابه ذلك. بس كان حظي كويس. طيب ننقل بعد كده بقى لكل اللي انت عايز تقوله. طيب ردود الفعل من الست ورده تحديدا ومن الدائره القريبه بعد نجاح بتونس لا لا ده وبعدها حاجة. كمان حرمت احبك، يعني عارف حضرتك بيسموه ريبراندنج، يعني البراند موجود النوع بس انت عملت له غيرت شكله خالص وديته مساحه ثانيه. انا مش دعوه، مش انا اللي سايق يعني. ده اقل رد فعل للست ورده. انت بتتكلم ان الست ورده بعد كده بقى ليها البومات كامله الاستاذ صلاح الشرنوبي، ده اقل رد كويس. فعل مش هقول لك غير ما بقى بعد كده لا البومات كبيره كامله الاستاذ صلاح. يا فرقت كتير، فرقت طبعا. كتير معايا طبعا طبعا. يعني هي دي بدايتي الحقيقيه بتونس، والانطلاقه الاولانيه كانت بتونس بيك. بعد كده بسنه حرمت احبك، بعد كده بسنه نار غيرك، البومات بقى كان ما بين هذا وذاك زي اللي احنا بنقوله كلام الناس طبعا. دي كانت 93 مظبوط. يعني بتونس بيك كانت 91، حرمت احبك 92، 93 كان نار الغيره أكيد. وفيها وفي كلام الناس ان بتوين ده وده بيبقى فيه ده